اهلا وسهلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو اليوم ان شاء الله اخيرا غنشارك معكم الشكل النهائي ديال الصالون اللي كنفرش واللي فرشته وطلع ما شاء الله رائع جدا. غادي نشارك معكم تفاصيل ديال الصالون كامل بلي ديتاي ديال لي ديتاي ديال كل حاجه، ولكن في الاول غنشارك معكم ليكيب اللي تعاملت معاه يعني من البدايات حتى خرجنا ان شاء الله الحمد لله بواحد النتيجه اللي زوينه بزاف. اولا عجبتني انا، عجبت الناس اللي تكلفت ليهم وفرشت ليهم الصالون، عجبتهم النتيجه بزاف. ما توقعوش هاد النتيجه كامله، الحمد لله ان ربي ما حشمنيش. غنخليكم مع التفاصيل ديال ليكيب كامل، ومن بعد غنهضر لكم على كل حاجه ولي ديتاي ديالها. كنتمنى هاد الفيديو تنال الاعجاب ديالكم وتخرجوا بواحد النتيجه اللي تعجبكم وتستافدوا منها واخا غير شي شويه. الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلي لايك وبلي جيم وبلي كومونتير ديالكم، وفرجه ممتعه. ليكيب اللي تعاملت معاه الحمد لله ناس رائعين بزاف، ناس كومبيتون، ناس عارفين خدمتهم، ماشي غير متطفلين على المجال. كنا فرحانين بزاف بهذا التعاون هذا، كنا بحال شي عائله، كل واحد كيعطي الراي ديالو، حتى الحمد لله خرجنا بواحد النتيجه اللي زوينه بزاف ومرضيه لينا كاملين. هذه ماشي اول تعاون يعني كاملين بينا، دائما كنخدموا اونصومبل والحمد لله ربي ما كيحشمناش. اول حاجه وجدات في هذا الصالون هذا هما لي كانابي. الطابيسي اللي كنتعامل معاه ما تعطلش ليا بهم، ميم با 15 يوم كانوا واجدين. لا ليفريزون كانت مزيانه الحمد لله، وصلوا في امان الله. اكيد غادي تعرفوا معايا مع من كنتعامل، مع انوار ديكور اللي دائما كنتعامل معاه وعمري ما تحاشمت معاه ولا حشمتني الخدمه ديالو. الخدمه ديالو متقونه وانتم غادي تشوفوها وغادي تحكموا وغادي تخليوا لي في لي كومونتير الراي ديالكم كيفاش جاكم. من بعد جبت الصباغ اللي صبغ لينا الصالون كامل، لان درنا شي موديفيكاسيون في الحيط كان خاصو ضروري يتصبغ، وهادشي راه كنت شاركته معكم من قبل. وفي الاخير جا نجار باش هكا ركبنا لابياج وركبنا سيباراسيون، واخا باقا شي حاجه قليله في لابياج باقي ما كملناهاش، ولكن قلت ضروري غادي نشارك معكم الشكل النهائي ديال الصالون لانني تعطلت عليكم. وفي الاخير بقى لي انا اللي غادي نفرش من بعد ما جبت لا فام دو ميناج اللي سيقات لينا لابارتمون، لان الدار باقي ما مسكوناش، خاصه ضروري تسيق قبل ما نفرش باش هكا تكون الدار نقيه. انا غادي نفرش كل شيء، عاد من بعد غادي نشارك معكم كل حاجه بالتفاصيل وعلاش درتها، باش هكا تاخذوا افكار، لان بزاف منكم تيخليوا لي في لي كومونتير تيقولوا لي ساره شاركي معنا خلاص الصالون رحنا واقفين كنتسناو حتى تفرشي باش هكا ناخذوا منك افكار. شكرا لكم على الوفاء ديالكم وعلى الثقه ديالكم في الذوق ديالي اللي خطيكم. انا غادي نفرش كل شيء وعاد من بعد غادي نهضر لكم على كل حاجه. واول حاجه غادي نهضر عليها هو الريدو اللي اختاريت انني نديرو على شكل ستورفاك، الشكل ديالو اللي كيجي انيق وزوين بزاف خصوصا مع الصالونات العصريه. بالنسبه للستورفاك كتختاروا كتعبروا الحيط ديالكم شحال فيه، بحال انا كانت عندي فيه 3 متر، فخديت 7 متر ديال التوب باش هكا لي فاك ديالو اولا دوك المواج ديالو كيجيو باينين. درتو من الفوق حتى الارض، التوب ديالو رائع بزاف. بالنسبه للريدو خديتو من عند سوف انتيريور سيد اللي كاين في درب عمر في كازا. غنخلي لكم الكونتاكت ديال كل واحد تعاملت معاه في صندوق الوصف باش هكا يجيكم سهل انكم تواصلوا معاهم. اما بالنسبه للثمن ديالو فهو خديته ب 140 درهم للمتر. بالنسبه للصالون فضلت انني نديرو على شكل ال ماشي او، لان ما عندناش العرض بزاف في الصالون، وبهذا الشكل هذا غادي يجي واسع وكبير بزاف. بالنسبه للثوب خدمت اون فولور اون تيتاش في الباج، اللي دائما تنقول لكم الباج شي حاجه لا يعلى عليه، واي مكان او اي بلاصه درنا فيها تيكبر لينا المساحه وتفشوفه كيجي مريح.
بالنسبة للكنابي درت لي هاد الدوسي هذا من اللور أو هاد الظهر هذا اللي مخدوم بالكوردون اللي حاليا دارج على الموضة وكيجي شكل ديالو زوين بزاف. بالنسبة للجنب ديال الكنابي درت هاد الكودوا غادي اللي مخدومة بالخشب، جاتني الغابيل ديال السيباراسيون كذلك ديال لابياج، وجيت حتى الوسط ديال الكنابي ودرت هاد الغونجمو هذا اللي حتى هو اون بوا اللي حتى هو الشكل ديالو دارج على الموضه. هاد الغونجمو هذا يمكن لينا نجمعوا فيه بزاف ديال الاشياء سواء لي تيليكوموند اولا شي حاجه صغيره هنايا، وكذلك الشكل ديالو كيجي انيق بزاف في الصالون. اما بالنسبه لهذا الكنابي فخدمته مغاير شيئا ما على الكنابي اللي كاين حداه باش هكا تجي الشوفه مختلفه وتجي شي حاجه اللي جديده وانيقه. بالنسبه لهذا الكنابي لا في الدوسي لا من التحت كله مخدوم بالكوردون، وبالنسبه للكوردون كما تشوفوا راه هو مدوبل شي حاجه اللي جديده وزوينه بزاف. بالنسبه للبيتمون اختاريت انني نخدموه بالخشب لان الصالون كامل مخدوم عندي بالخشب باش هكا تجي هذيك لا كومبينيزون زوينه ما بين الكنابي وما بين لابياج وكذلك لا سيباراسيون. كيف ما تشوفوا معايا بالنسبه للكنابي راني ما دفعتوش حتى الحيط، خليت واحد 10 سنتيم ما بين الحيط وما بين الكنابي باش هكا يبقاو لي هذوك لي فاك اولا الشكل ديال الريدو يجيني باين. الا لصقنا الريدو اولا دفعنا الكنابي للحيط فالشكل ديال الريدو ما غاديش يبان ليا بالمره وما غاديش يجيني زوين، لذلك دائما الا كنتو دايرين هذا الشكل هذا الريدو خلي واحد 15 حتى 10 ديال سنتيم باش هكا يجينا يبان لينا الشكل ديال الريدو اللي درنا. بالنسبه للكنابي ديالي ما وصلتوش حتى الحيط، خليت واحد 40 سنتيمتر فاش غادي ندير هاد لا لامب هادي اولا هاد لامبادير لان الشكل ديالها كيجي زوين بزاف في الصالون خصوصا في الليل ملي كنبغيو نشعلو شي اضاءه اللي تكون خفيفه. فهاد لا لامب هادي هي البلاصه ديالها، فضلت انني نديرها فهاد البلاصه هادي وخليت ليها هاد المساحه هادي. اما بالنسبه لهاد لا لامب هادي اولا هاد لامبادير فهي خديتها من ايكيا، كنت شاركتها معكم من قبل وكيما فيها باس غادي نعاود نشارك معكم الثمن ديالها. هادي خديتها جات كلها اون دوغي، كتشعل بهذه الطريقه هذه وكتطفى شي حاجه اللي انيقه وشكل ديالها كذلك موديرن وزوين بزاف. بالنسبه للثمن ديالها فهي خديتها ب 800 درهم. بالنسبه للكنابي الثاني خدمته على هذا الشكل، هذا شكل عادي غير هو قسمته بهذاك الرونجمون من الوسط. بالنسبه لهاد لي بونكيت راه من نوعيه جيده، دائما اكدوا على طابيسي اللي غادي تخدموا عنده انه يدير لكم بونج من نوعيه الجيده باش هكا يصبر لكم مده طويله ومنين تجلسوا وتنوضوا ما يبقاش لي تراس ديال الجلسه. بالنسبه للمخاد الاولين خدمتهم على شكل فاليز اللي كيجي شكل ديالهم انيق وزوين بزاف وشي حاجه اللي عصريه ودارجه على الموضه، ودرت قدام كل مخده درت هاد المخدات الصغار اللي جاوا مخدومين بهاد الكوردون، جاوا الغابيل ديال الكنابي الثاني اللي كاين حدا اللي مخدوم على شكل مونوبلوك، وكذلك الغابيل ديال الدوسي اللي حتى هو مخدوم بالكوردون اللي جا شكل ديالهم زوين. بالنسبه للكنابي غادي تقول سولوني شحال درت فيه في العرض، درت فيه 80 سنتيمتر زائد الظهر فيها 10 سنتيمتر، اذا في المجموع كامل ديال الكنابي العرض ديالو هي 90 سنتيمتر. بالنسبه للمخدات الصغار اختارينا اننا نخيطوهم على هذا الشكل هذا، خلينا لهم 1 سنتيمتر من الفوق وفي الجناب باش تجي الخياطه ديالهم شويه مبدله. وبالنسبه لهذه المخده الورانيه اختاريت انني نديرها في هذا الغوج بغيك اللي جات اللون ديالو متناسق وزوين بزاف مع الباج، التوب ديالو اون فولور اون تيطاج. اما بالنسبه للمخده الثانيه اختاريت انني نديرها في هذا التوب هذا اللي فيه ميلونج ما بين الدوغي والباج اللي جا حتى هو متناسق مع داك الغوش بغيك اللي من موراه.
وهكا باش نكملوا الديكور ديال الصالون ديالنا كان ضروري اننا ندير شي طابلو او لا شي ديكور ميورال هنايا في الحيط، وما لقيت ما احسن من هاد طابلو ميورال اللي كنت خديته من قبل وشاركته معكم، اللي جا شكل ديالو رائع بزاف. هذا راه اون فوا شفته يعني كومونديتو ما ترددتش، لان عرفته غادي يجي رائع بزاف في الصالون، لان لا اللون ديالو لا الشكل ديالو عرفته غادي يجي زوين بزاف. يعني الحاجه الزوينه كتبان من الدقه الاولى. هذا اللي مخدوم كله اون ميتال، جا الشكل ديالو زوين هكايا في الدوغي، راه كبير بالنسبه لهذا، راه فيه متر و14 وقيله في الطول ديالو. هذا خديته من عند اوسكار ديكور المحل اللي كاين في سلا، وبالنسبه للثمن ديالو فهو خديته ب 1400 درهم. وكذلك تريا من بين الاشياء اللي كنت عارفها ان فوا غادي تركب غادي تعطي جماليه زوينه للصالون، بالنسبه لهاد التريا هذه الرائعه خديتها من ايكيا، كنت ديجا حتى هي شاركتها معكم، اللي كان الثمن ديالها ب 1395 درهم. انا راني كاتبه الاثمنه حدايا باش هكا ما غاديش ننسى. هادي كيجي الشكل ديالها زوين، وكتجي الغابيل ديال هذيك لومبادير اللي شريت اللي درت في الجنب. اما بالنسبه لي طابل فاكيد غادي تعرفوا عاد من خدمتهم، خدمتهم عند محسن السيد اللي كاين في قنيطره، اللي دائما كنخدم عنده لي طابل باس ديالي. ما شاء الله الخدمه ديالو متقونه، اختاريت انني نخدم ليه لي طابل على هذا الشكل هذا. بالنسبه للعبار ديال لي طابل، الكبيره درت فيها 80 سنتيمتر، والصغيره درت فيها 60 سنتيمتر. الاولى درتها بجاجه هكايا في المارون، والثانيه خدمتها برخامه في الباج كريمي اللي جات متناسقه مع الكنابي وكذلك مع الزربيه. هاد الميلون ما بين الجاج والرخام اللي عطى شكل زوين للطبلة. هادو يمكن لينا اننا نديرو وحدة تحت وحدة، او اللي يمكن لينا اننا نحلوهم ويعطونا مساحة كبيرة، ولا طبلة اللي تكون طويلة. بالنسبه للناس اللي كيسولوني واش الرجيلات ديال الطبله واش حديد اولا خشب، لا غنقول لكم راه حديد، ولكن راه مصبوغين مزيان ومفينين بزاف مزيان، ما تخافوا لا يتصدوا لكم لا حتى شي حاجه. انا راه ديالي هذه مده طويله سنين هما عندي، ما وقعت لهم حتى شي حاجه. اما بالنسبه للرقم ديال محسن باش توصلوا معاه غنخليه لكم في صندوق الوصف وكذلك في اول تعليق. وباش تكمل الجماليه ديال الصالون كان خاصني ضروري ناخذ نفس الفاز اللي شريت للدار ديالي، لان فيه نفس الالوان اللي كاينين في الصالون هما اللي كاينين في هذا الفاز. خديته من واحد الصفحه سيغ انستغرام سميتها ديكوشيك باي سوها، غنخلي لكم الكونتاكت ديالها كذلك في صندوق الوصف. بالنسبه لهذا الحيط فاختاريت انا ندير ليه هذا لابياج ميغال اللي مخدوم كله بلو بواشين، في الجنب جا البغداج، وفي من التحت من تحت التلفازه درنا واحد الموبل سوسبوندو اللي جا شكل ديالو زوين وانيق بزاف. بالنسبه لهذا لابياج ميغال راه مازال ما كملش كيف ما قلت لكم في الاول، مازال غادي نديرو نفس البغداج هذا اللي كيبان لكم، غنديرو بحالو من جهه اليمين باش هكايا تجي التلفازه والموبل تي في الوسط. وبما ان السيد اللي كان تعامل معاه ما شاء الله عنده الخدمه بزاف، فما قدرش انه يكمل ليا لابياج في الوقت، لذلك فانفو ان شاء الله غادي يركبوا لي، غادي نعاود نشارك معكم الشكل النهائي ديال لابياج ميغال. السيد اللي طلبتو مني النمره ديالو اولا اللي كان تعامل معاه هو زهير، غنخلي لكم الرقم ديالو في صندوق الوصف، كنتو ديجا طلبتوها مني ولكن فضلت ان نخلي لكم حتى تشوفوا الخدمه ديالو عاد نخلي لكم الكونتاكت ديالو. بالنسبه للموبل تي في درت فيه دو بورت في جناب، والوسط درت فيه جوج ديال لي تيغواغ اللي ما درتش فيهم لي بواني اللي كيتحلوا بالميكانيزم ديال توشلاش. اما بالنسبه لا سيباراسيون ما شاء الله جات كتحمق، كلها مخدومه بلو بواشين. بالنسبه لا سيباراسيون كان خاصنا ضروري نديرو ليه واحد لا سيباراسيون هنايا اللي غادي تحجب لينا الشوفه ما بين الصالون ما بين لا كوزين، لان الكوزينه جات اون فاس مع الصالون وكذلك مع الدخله ديال الدار. فدابا اللي جالس في الصالون ما غايشوف شنو واقع في الكوزينه، من الا جينا من هاد الجهه راه ما كيبان والو، حتى الا جينا من الجهه الاخرى عاد كيبان هاد لو شارم هذا ديال لا سيباراسيون اللي جات انيقه. وشوفوا هاد لا كومبينيزون ما بين لا سيباراسيون ما بين لابياج، جعطاها واحد عطا الصالون واحد ديكور زوين وانيق بزاف. كنقرب لكم باش تشوفوا الديتاي ديال الخدمه ما شاء الله كيفاش دايره.
اما بالنسبه للزربيه حتى هي جات ما شاء الله كتحمق. النصيحه اللي نقدر نعطيكم هو انكم ما تاخذوش الزربيه حتى تحطوا الصالون. انا تحطيت الصالون عاد عبرت باش جبتها سيغ ميزور، ما شاء الله هاد الزربيه جات كتحمق. يعني اي حاجه خديناها في هاد الصالون هذا اختاريناها بحب واختاريناها بواحد الذوق اللي بواحد الدقه اللي عاليه. هاد الالوان اللي كاينين في هاد الزربيه جاوا متناسقين ومتناغمين مع الالوان اللي كاينين في الكنابي فيها، يعني كتعطي بجوج ديال لي فاس. الا مجينا من جهه اخرى كتعطي بواحد اللون، الا مشينا من جهه اخرى كتعطي واحد لا كولور وحده اخرى. هذا الميلونج ما بين الباج الدوري الموطارد مهم عطى للصالون واحد الجماليه اللي زوينه. بالنسبه للزربيه اللي غتسولوني عاد من خديتها، خديتها من عند يوسف السيد اللي دائما حتى هو كنتقدم من عنده. ما شاء الله السلعه عنده كتحمق، وكذلك الاثمنه عنده جد مناسبه ما غتلقاوهمش في السوق عند شي واحد اخر. وكذلك التعامل ديالو التعامل ديالو جد راقي حتى هو. كيف ما قلت لكم غنخلي لكم الكونتاكت ديالو في صندوق الوصف. وتال هنا غنكون وصلت النهايه ديال لا فيديو ديالي. كنتمنى يا ربي هاد الصالون اللي شاركت معكم اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وتكونوا هكا استفدتوا خديتوا منه افكار باش تفرشوا الصالونات ديالكم. فما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم والتعليق ديالكم زوينه والاشتراك في القناه لاول مره غادي يشوفها. شكرا لكم بزاف على المتابعه. السلام عليكم، خليتكم في امان الله.